والدار سلام الحب لأهل الحب والتقدير سألت قلوبكم عن حب هالمدرار وش اللي في إمارات المحبة غير وش اللي في إمارات ورحمة الله وبركاته. أود أن أبارك الإمارات العربية المتحدة مقدما لوصولها عام 52 عام، ومبروك لقادتنا الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن راشد. أود أن أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الأمن والأمان ومساعدتهم حتى في التعليم والصحة وكل شيء. أنا بحب الإمارات. أنا بحب الإمارات كثير. نحن نحب الإمارات. أنا بحب الإمارات. اليوم الوطني 52. أحب أبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني 52. الله يجعلها إن شاء الله سنة خير وازدهار مثل ما تعودنا، والله يحفظ شيوخنا ويرحم باني دولتنا، والحمد لله إماراتية. أجمل تحية من هنا من مدرسة رياحين. نحن اليوم فخورين بشعبنا بقادتنا. اليوم نحن نحتفل بهذه الأعياد الوطنية 52 لدولتنا الغالية دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن اليوم أبسط شعب، ونحن أفخر شعب، ونحن شعبنا واحد، ودولتنا واحدة، وقبيلتنا واحدة، قبيلة الإمارات. مبروك لدولة الإمارات للعيد 52. هني عيد الوطني الإمارات وشيوخنا الكرام العيد 52، وإن شاء الله تكون دولة الإمارات الأمن والأمان وكل خير، والمقيمين زين والمواطنين بدولة الإمارات الله يحفظهم. أنا أحب الإمارات. أنا أحب الإمارات. أنا أحب الإمارات. Good afternoon. I'd like to thank Al Wathika for being here today to support us in celebrating our 52nd anniversary of the UAE. I'd like to thank Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and congratulate the UAE on its 52nd anniversary. Thank you. أنا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لصاحب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه. I would like to give a very very big thank you to Al Wathika for sharing this very very special occasion at Al Rayahin School. It's been an absolute honor to have you. I extend my warm wishes also to Mohammed bin Zayed Al Nahyan to celebrate the 52nd birthday of such a wonderful and beautiful country, the United Arab Emirates. Mashkur Magasat, thank you so much for sharing this wonderful occasion with us. I would like to thank Al Wathika for being here today at Bloom Education's Charter Al Rayahin School. I would like to congratulate Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and all the UAE citizens of this country on the occasion of UAE's 52nd National Day. Thank you.